السلام عليكم. هنا الاذاعه. الواحد ما خصوش يفقد الثقه، خصو يعيش في التفاؤل، لانه تعيش في التشاؤم ما غاديش تمشي قدام. ماشي كيستيون ديال التشاؤم، يعني كتقول اللي غيوقع غيوقع. لا بالعكس. لا 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 لا, لا, لا اسمح، الحزب الاول دار ما عليه ونهب البلاد ونصبها وما قدوش الحياه كمل تاع الاموات. الحزب الثاني
راه 50 أو 60% اللي صوتوا يعني تصويت عقابي، وبالتالي السياسة السياسوية هي الحزب الأول، والسياسة الدين اسمح لي، والسياسة الدينية هي الحزب الثاني. أما السياسة اللي ناجحة في العالم هي السياسة الاقتصادية. حنا تنديرو السياسة، وخاصة اسمح لي أنا مزوق فيك، السياسة الاقتصادية هي سر النجاح ديال الدول، وخاصة الدول أنجلو ساكسونية. يعني دي إما أن تكون وإما أن لا تكون. إذن to be or not to be. There is no in between. غديك شي حاجه ما كيدير والو. لا اسمح لي، لا اسمح لي، لا 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 اسمح لي، ما دير والو. واش غادي دير مع واحد اللي مسمر مخدم فوق 5000 الناس صافي، واللي باغي ميم عاطي فرص فوالا باش كيخدم ولا بلاش. ها الا ما خدمتيش دابا اليوم هذا غير خدمتك ولا جاك ولا كذا ولا برافو عليك. لا مزيان ملي قلتي هكا، لا غايدير غايدير. حنا واخا ما يديرناش داير، هو داير وديجا عنده. اذا شوف واش اللي غادي يدير وغايروح على البلاد وما عطاش على السياسه وتيديها لاجل التضحيه، وماشي غير التضحيه، انتحار لاجل فاش راك عارف فاش شتي داك الشيء اللي كان وقع في الرباط وكذا وكذا. اذا في الحقيقه انا ما خصنيش ندور نهائي، خاص غير بالصوت ديالي باش الصوت عليا يمشي بالاجماع. تسمعني؟ ما خصنيش ندور كاع. اللي عنده شويه ديال الغيره خصو يكون مقتنع بالغيره ديالو وما يعيش في التشاؤم. لان الا ما درتيش الثقه في هذا وفي هذا وفي هذا ما تجيش تشاؤم. التشاؤم هي ما عندناش. الله يعطيك الصحه. هذه اذا خصك تصور. ولكن كنقول وما غايدير لنا والو. لا بالعكس، لا انت غادي لنا داير داكشي ما دير لنا. حنا غايدير لهاد الناس ما عندناش الموت. الله يعطيك الله يجازيك صافي. يا لهذا اولا اولا شوف شوف صافي. يعني اللي تيهم وهو كل حزب حزب. شوف كل انا كنقول اسمه واخا ما لاكلوش حنا غير كلنا. الله يطول لك العمر. اللي خلقنا راه واخا. الله يطول لك العمر. شكرا عليك. شكرا.